نذهب بكم أعزائي المشاهدين إلى ملف يتعلق بطلاب المدارس أو المدارس والنقل، وفي هناك ملاحظات وإشكالات وشكاوى سواء لمسيري حافلات تتعلق بالمدارس الخاصة أو فيما يتعلق بنقل الطلاب في الباصات الحكومية. رح نبدأ نتحدث عن جزئية تتعلق بحافلات تنقل الطلاب في المدارس الخاصة ويعاني ربما مسيروها ومشغلوها من بعض الإشكالات. راح يكون معنا اتصال الآن على الهواء أخونا أبو محمد، وهو سائق باص لمدرسة خاصة. مساء الخير أخونا أبو محمد. الله يسعد لك المساء أستاذي. يعني أبدأ بسؤالك، وين الإشكالية التي يعني دائما توصلنا نفس الملاحظات فيما يتعلق بتعامل أحيانا الهيئات المعنية في التعامل مع الباصات اللي بتوصل الطلاب المدارس الخاصة؟ حدثني عن إشكاليتك تفضل. سيدي الإشكالية أنه قبل ما يقارب 7 سنوات طلع قرار بتحديد العمر التصغيري لباصات المدارس الخاصة، وتم تجميد القرار وعاد وإحياؤه من جديد من اعتبارا من السنة اللي قبل الماضي، يعني من سنة 2017 على 2018. نعم. كان تحديد العمر التشغيلي بناء على شغلات أستاذي وهمية جدا، يعني باص يعني بيخضع للفحص الفني من إخوان ترخيص سواقين المركبات على أعلى الدرجات، وبنجح الباص بكل جدارة لأنه بيكون عامل يعني معمول له صيانة كاملة وميكانيك تمام التمام. بينما تفاجأنا من معالي وزير النقل الأكرم انه بقول لك لا، احنا بدنا نحدث اسطول الباصات المدارس الحكوميه الخاصه على اساس نحو اردن متطور. قلنا له يا سيدي الحمد لله رب العالمين اردننا متطور بدون الباصات وبدون الشغلات هاي كلياتها، بس بهاي الحاله انت يا معالي وزير النقل يعني راح تسبب مشاكل وتسبب احراجات ماديه لاصحاب الباصات، لانه احنا عددنا استاذي بتجاوز من 9 ولغايه 12 الف اسره. طيب يعني 12000 واحد. شو التحديث اللي طلبه الوزير؟ يعني ما هو احنا كمان بهمنا سلامة الطلاب، شو المنطق اللي فيه؟ كيف استاذ ما سمعت سؤالك؟ شو التحديث، شو الاشي الجديد اللي طلبه الوزير على باصك مثلا؟ باصك شو اللي بده يصير عليه اشي جديد؟ بده سيدي لازم احنا نشطب وننزل باصات حديثة دون اعطائنا كامل مستحقاتنا. كيف يعني استاذ عمر؟ قديش عمره يعني الباص؟ قديش بده الباص عمره يكون الوزير الان القرار؟ القرار عمره التشغيل يكون 20 عام. تمام، دون النظر لحالة الباص أو صلاحية الباص أو غير الشغلات الرئيسية في الباص. يعني بس اللهم أنه قرار دون النظر لعواقبه ودون النظر لسلبياته وإيجابياته أستاذي. فإحنا بالنسبة لنا يعني إحنا جينا عملنا اعتصامات أكثر من مرة. وكل مرة نأخذ وعود وتكون وعود عشوائية. جميل. يعني حتى في اخر الاسبوع الماضي استاذ عمر بالتحديد، يعني اول شيء انا بشكركم وبشكر اذاعتكم الكريمه تحت لي اللقاء هذا استاذي. الاسبوع الماضي احنا كنا موعودين بشغلات اضافيه او عفوا وعود انه على اساس انه دراسه الوضع اللي احنا فيه، لانه احنا وقعنا بمطب جديد انه معالي وزير النقل صرح تفتح شركات لنقل طلاب الباصات لنقل طلاب المدارس الحكوميه. وطبعا هذا يعني خطوه ايجابيه جدا جدا، بس احنا تفاجئنا انه بطلت ايجابيه صارت سلبيه اكثر من ايجابيه استاذ عمر. لانه الشركات هاي اللي نزلت زي ما وردنا من وزير النقل بعد مقابلته اكثر من مره انه هاي الباصات بس مختصه لنقل طلاب المدارس الحكوميه فقط. تفاجئنا انه انمنحوا تصاريح وانمنحوا كروت اتجاه من هيئه تنظيم قطاع النقل العام من الوزاره يحق لهم نقل طلاب المدارس الخاصة والحكومية وأي شيء يتعلق في الطلاب. يعني احنا في هاي الحالة أستاذ عمر عفوا منك بدنا نصفي يعني على الأوتسايد، لأنه أنت قاعد تحكي عن 12 ألف باص مدرسة. فجينا راجعنا مع علي بس ما لقينا أي رد فعل إيجابي، وكان آخر رد فعل اللي هو يوم الخميس أستاذ عمر إنه كنا ننتظر من مسؤول كبير في وزارة النقل انه يطلعنا على اخر المستجدات وفي القرار اللي نص عليه القانون ونص عليه وزير النقل انه تحييد او تحديد صلاحيات الباصات اللي نزلت للشركات الجديده على اساس انها تعمل بس على مدارس الحكومه ما تشتغل على مدارس الخاصه. رغم انها كسرت القواعد كلها واشتغلت على المدارس الخاصه هاي بند. فكنا مجتمعين في منطقه قريبه من وزاره النقل، يعني منطقه مش بعيده عن وزاره النقل. وبعد ما يعني قلتنا من الموضوع بدنا نروح، احنا بقينا يمكن مع 10-15 باص وكم من شوفير. فبدنا نروح بقينا، واحنا نازلين باتجاه المنطقه اللي بدنا نروح منها تفاجئنا باخواننا في قوات الامن العام
انه هم مسكرين الطريق، فنزلنا بدنا نشوف ليش مسكرين الطريق، فاجوا تفاجئنا انهم قاعدوا يعتقلوا بالسواقين، واخذوا السواقين واخذوا الباصات تبعاتهم على ونشات، يعني معاناه ما بيعلم فيها غير رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. والمعاناة استمرت ولغاية مش اليوم أستاذي، لسه كمان بدأ كمان 3-4 أيام تنتهي، ما بين أنه بتوقف في المركز الأمني وبتحول لمديرية الشرطة وللمحافظ وللمتصرف ولمدعي عام ولمحكمة. وبعدها تفاجأنا بشغلات أنه اليوم رح نطلع بعد جهد جهيد رح نطلع البساط، تفاجأنا أنه اللي بطلبوا منا في دائرة السير أنه لازم ندفع 150 دينار بدل الونش اللي حمل الباص من الدوار الخامس للمحطة، مبلغ 150 دينار. ورغما عن كل البهادل اللي تبهدلوها الشباب والسواقين اللي تحجزوا من يوم الخميس وخلصوا يوم الاثنين، ولسه في منهم لحد الان ناس بدهم ينعرض بكره على عطوفة المتصرف. وطبعا عشان اكون صادق معاك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني هذا مش شيء جديد على الاخوان في الادعاء العام او من عطوفة المتصرف او المحافظ او المحاكم، يعني لقيناهم انه قمة الترحاب ويسمعونا للاخر وانصفونا لابعد الحدود. بس استاذي الطامة الكبرى انه احنا لقينا المعاناة من اخواننا وحبايبنا وتاج راسنا اخواننا في الامن العام، يعني على المعاملة اللي عملوا السواقين فيها، يعني ضرب وبهدل بنص الشارع، وهي في كاميرات استاذ عمر، يعني كاميرات المنطقة المحيطة في وزارة النقل. طيب خلاص وضحت هاي الصورة، وضحت الصورة انه اللي صار في التعامل الخشن معكم وقصة العلاقة مع وزارة النقل وتعليمات الوزير الجديد، وهي صوتك وصل، ونحن رح نحاول إن شاء الله نتواصل حول هذا الموضوع. بدي أشكرك أبو محمد، شكر جزيل على كل ما قلت. أخونا أبو محمد السائق لباص لإحدى باصات المدارس الخاصة، شكرا.